من جديد برحب فيكم مشاهدينا من خلال برنامج خبرياتنا بلا حدود. حتشوفوا معي بعض فيديوهات المشتركين من العرض المباشر 12 وآراء لجنة الحكم ولحظات حاسمة لنعرف مين غادرنا. نور الدين أمين من العراق عن فئة الأفلام والسينما، نتابع شو اختار عمل لحتى حارب العنصرية. سلسلة ستار وورز هي من أكثر الأفلام اللي أثرت بي وأثرت على الكثير من الأجيال منذ السبعينات ولحد الآن، وهذا الشيء وضح أكثر لما صدر فيلم روغ وان ستار وورز ستوري اللي حارب العنصرية والنمطية بطريقته الخاصة. قام المخرج جاريث إدواردز بوضع الممثل الباكستاني رز أحمد في دور طيار مهم، وشفنا الممثلين الصينيين دون يين وجيانغ وين في أدوار رئيسية، والممثل المكسيكي دييغو لونا في دور البطل. وفي كثير من الأشخاص ما حبوا الفكرة، لكن ديزني ما اهتمت بالعنصريين واستمتعت بالأرباح اللي وصلت 1.5 مليار دولار. قصة الفيلم هي عن ثوار يحاربون بجانب الخير ضد الإمبراطورية الشريرة اللي تحاول استعباد المجرة. الفيلم مشوق ومثير وعاطفي، وتقمص الممثلين للشخصيات كان مقنع جدا. تقييمي الفيلم 8/10. في كثير من الأفلام ناقشت العنصرية، لكن هذا الفيلم اتقدم خطوة إيجابية نحو كسرها، وتأثير الإيجابي رح يكون أعمق وأقوى لما الطفل العربي والصيني والمكسيكي يشوفون أبطال تشبههم ويحلمون أن يوصلون إلى النجوم. نروح نشوف تعليق وائل عن المحتوى اللي قدمه نور الدين. المحتوى صراحة أنت كبستني، يعني بيني وبين نفسي أحرجتني، لأن أنا توقعت أنك أنت تتكلم على فيلم عن العنصرية وقلت أنها هتعمله حلو، بس انت تدخلت فكره صناعه السينما وقد ايه ان هم حاربوا العنصريه من خلال طاقم العمل. نعم. وشرحته كويس جدا، وفي الاخر انه ده من اهم الافلام اللي ما كانش ينفع ياخدوا بيها ريسك ان هم يعني انت فاهم قصدي. نعم. وفي الاخر جاب 1.5 مليار دولار، وديزني ما اهتمتش، وديزني ما يعني كله الفكره نفسها يعني منتهى البراعه صراحه. شكرا وائل. وسألنا فايا وين قدر يأثر عبد الرحمن في الفيديو، هل أثر بالنص أو بالصورة؟ منتابع. لا بالاثنين أكيد. شكرا. أكيد بالاثنين، وبوافق وائل على كل شيء. خي 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 الحمد لله. نروح مع بعض نتابع يارا على شو بتعطي نور الدين لايك. دين على كل شيء، كل شيء ما رح نزيد، يعني اللي قال عليه وائل نحن لايك لايك لايك. شكرا. تعليقات لجنة الحكم كانت إيجابية بشكل عام، ونور الدين عرف من خلال فئته أنه يحارب العنصرية. نتابع شو كانت علاماته. يعني التعليقات كانت إيجابية 73 لنور الدين، وبالمرتبة الأولى لهلأ. أكيد أكيد متأكد نشوف الترتيب أمامنا 73. شكرا جزيلا. شكرا لك. وسألنا نور الدين هل رح يختلف مع المشترك راشد المتاعب إذا أخذ منه المرتبة الأولى؟ هل أكيد بيناتنا منافسة حلوة وراشد صديقي يعني، بس أفرح له لما يأخذ المرتبة الأولى، بس أفرح أكثر لما أنا أخذ المرتبة. إيه أكيد. واليوم هو May the 4th، اليوم يوم ستار وورز العالمي، فيعني أحب أهني كل اللي يحبون ستار وورز إنه اليوم يوم ستار وورز. مشاهدينا منروح فاصل ومنتابع. هلأ منروح مع سمر عن فئة الويلنس، هل قدرت تقدم فيديو يحمل طاقة إيجابية وينشر السلام، وهل قدرت من خلال فئتها تحارب العنصرية؟ مفهوم الويلنس اللي بنعرفه اليوم ما كان وصلنا لو ما شعوب مختلفة بالحضارات الأجناس ألمين البشرة بذلت جهد لتبني أساساته. بفضل ابتكار الشعوب الهندية لليوغا والتأمل صاروا هلأ جزء كبير من حياة الناس، وعم بيزيد الوعي لأهميتهم. وأما استفادتنا اليوم من تناول الشاي لكل حالة منبرق فيها، فهي بفضل اكتشاف الشعوب الصينية لهالنبتة. مشروب الشاي الأخضر أو الماتشا اللي فوائده ما بتنعد، فهو من اكتشاف الشعب الياباني. أما الأنظمة الغذائية اللي منتبعها كلنا للتنحيف بيعود وجودها للإنجليز. أما اللي اكتشفوا فوائد الميديترانيان دايت فهن الشعب اليوناني. الأثيوبية هن اللي اكتشفوا بذور القهوة الخضراء يلي تستعمل اليوم بخسارة الوزن. الشوكولا الأسود المفيد لصحة القلب فهو من اكتشاف الشعب المكسيكي. وقت اجتمعت كل هالحضارات توصل الإنسان لحياة صحية متكاملة
وهيدا التكامل انبنى بفضل شعوب مختلفة إن كان بلون البشرة أو الحضارة يلي بينتموا لإله. الفيديو اللي قدمته سمر كتير حلو والرسالة كتير أحلى، لكن دايماً لجنة الحكم هي اللي بتعطي رأيها. سألنا يارا هل قدرت سمر تقدم المعلومات الكافية من خلال فئتها؟ ما في شك إنه في أشخاص بيضموا صوتهم لصوتي، إنه نشكر كلنا الشعب المكسيكي على اختراعهم الشوكولا الأسود عشان نفش خلقنا، إنه ما فينا دايماً ناكل شوكولا شوكولا صح؟ بدنا ناكل شوكولا أسود كل يوم. فميرسي على هالمعلومات الحلوة سمر. ما في شك كمان من الأشخاص اللي كتير كتير تقدموا من بدايتهم لهلأ، مهضومة كيف هيك وصلت الفكرة والرسالة بهالطريقة المعلومات الحلوة. شكرا لسمر. وسألنا فايا كمان هل قدرت سمر تقدم الهدف المطلوب من خلال فئتها عن موضوع تحدي اليوم؟ ايه بتخيل يعني بأفضل شكل، لأنه أنا الفيديو فاق توقعاتي، كتير حبيت حكيتي عن تبادل الثقافات والحضارات، أنه الرسالة كانت كيف كلنا كملنا بعض، وهيدا أحلى شيء بالفيديو. شكراً فايا. نروح لوائل ونشوف تعليقه عن طريقة المعلومات اللي استخدمتها سمر في الفيديو، هل بتخلينا نحفظها بسرعة؟ خلينا نتابع شو كان تعليقه. هي لأنه عندها حتى تون خاص وفريد بيها في الفي او. في الأول كنا زمان كان عندنا مشاكل مع فكرة فايا، بس دلوقتي بقى فاكر زمان بقى تشهر لورا. بقيتي فين دلوقتي يا سمر؟ بقيتي محترفة. لا أنا عجبني فكرة البازل وإن إحنا كلنا بنكمل بعض. اللي عجبني أكتر إنه الانسيرتس بتاعت كل حضارة أنت حطيتيها كان الفلو حلو بتاعهم، يعني الانيميشن ده شبه الانيميشن ده، كانه اللي اخرجه واحد. انا عارف ان انت اكيد جايبه الانسيرتس دي من حتت مختلفه. في اشياء شاترستوك هي حركتها انا على بالظبط. انا عجبني انه الفلو كله واحد، الابيض اللي ورا وماشيين تمام، والمحتوى اكتر من رائع. برافو. شكرا لكم. ارى لجنه الحكم الحمد لله كانت ايجابيه بالنسبه للمشتركه سمر. خلينا نتابع ونشوف شو كانوا علاماتها وترتيبها كمان. خلينا نشوف علامتك على 75 عن فئة الويلنس. 72 سبقتي. لا نور الدين ما بعرف 71 او 73. 73 خلينا نشوف الترتيب ونتاكد اكثر. بالمرتبة الثانية علامة واحدة. ثانك يو. شكرا لك. بعد في التحدي الثاني اكيد. سمر انطون احتلت المرتبة الثانية وسبقها نور الدين في المرتبة الاولى. بنروح فاصل مشاهدينا ومكملين. التحدي الثاني عن الحيوانات الأليفة بلش. خلينا نشوف مين حيرافق كارلا في تقديم هالتحدي ومين كانوا ضيوف لجنة الحكم كمان. بيرافقني لتقديم التحدي الثاني كوكو. شفتوا شو مهضوم كوكو؟ كوكو قلت له ست هلا خلص ما بيتحرك. كوكو هو ورفقاته ضيوفنا المميزين لبقية الحلقة. فلك نوح هي سفينة يلي صنعها نوح لحماية عائلته والنجاة بكل الحيوانات والكائنات الحية من الطوفان العظيم بعد ما كتر شر الناس. هالقصة أكبر أمثولة تعلمنا منها أنه حماية الحيوان من واجباتنا، وأنه هالمخلوقات البريئة من أي شر هي سر من أسرار اكتمال سعادتنا على الأرض. لهيك نتمنى على كل الناس تعتمد التبني ومش الشراء لاقتناء وتربية الحيوانات للوقوف بوجه تحويلها لسلعة تجارية. مع جنان وكيل من سوريا عن فئة الشعر، كيف قدرت من خلال فئتها تكتب كلمات حلوة عن الحيوانات الأليفة؟ تخيل إنه الكون حروف دبلانة وصوتك هو النغمة، هو عمق الوتر من ضجيج البشر هربان، تحلق بجناحي البعيد جناحي اللي ما بينبتر، شمس الربيع عاكتف اللحن غفياني بيطرق شباكي بصيح مين، صوت العصافير نحنا عبكر الفجر نوعيك تنسمع شعر ونسري هز الريح، وانت يا ورقة وفا من حياتي تفصيل مهم وجزء صغير، بس عندك أنا كل الدنيا بتنطر نهارك تأجي عايش إلي أنت بالروح بتفدي مين يرعيك، ما بتغفل عن لحظة حنان ذاكرتك لو مر الزمان
مين سكر باب الجوع عنك بيوم وضمك لحضنه ونمت دفيان. وكالعادة وائل مختلف في تعليقاته، خلينا نروح نشوف شو كان تعليقه على فيديو جنان وكيل. وائل. نعم. شو معك شو بسينة؟ آه. شو اسمه؟ أو شو اسمه؟ اسمه. شو مهضوم؟ اسمها فلة، أنا سميها فلة. فلة. زي الفلة. بالضبط. هذا تخرمشك إذا بدك تعطي. لا لا لسه. تعليق سلبي. لسه كتن يعني مش هتعمل لي حاجة. طيب. شو لازم نأخذهم فما أعرف؟ آه قوليلي. كيف شفت مونتاج الفيديو؟ ثانية. برافو فلة. المونتاج. كل شمعة منورة. اوكي المونتاج بتاع الفيديو حلو، الانسيرتس بتاعتك الكلوز ابس، بس انا شايف الفيديو الاولاني اقوى من ده، حتى كشعر في الاول، قصدي سوري النص الاولاني كان اقوى او عامل امباكت معايا اقوى من كده. اللي انت قلتيه في الفيديو ما شدنيش قوي ان انا اسمعه، بس طبعا كالعاده التقدم بتاعك في الفيديو سواء اذا كان في الاديتنج او حتى في فكره انك انت تعملي ترانزيشنز بتوين السينز كان حلو صراحه. شكرا وائل. وائل ما عجبه فيديو جنان عن موضوع تحدي الحيوانات الاليفه، وشاف انها ابدعت اكثر في التحدي الاول عن العنصريه. نتابع هل حبت الفنانه يارا كلمات جنان او لا. شو اسمه؟ لكي حبيت الكلمات بالفيديو. لكي كثير خايف انا صغير. بالنسبه لي الفيديو اللي قبل كان اقوى من هذا الفيديو، ما في شك. الشعر الكلام حلو مؤثر اكيد، بس اذا بدنا نقارن اكيد القبل اقوى. اما يارا حبت الفيديو اللي قدمته جنان عن العنصريه، نشوف شو كان رايها لفايا. حبيت انه بالعام جنان صح اول مره عم تقولي شعر بالمحكي. حبيت الفكره، ولانه موضوع كثير هالقد يعني قريب من الناس حاولتي تقربي اكثر باللهجه المحكيه فحبيت. فايا الحمد لله حبت فيديو جنان، بس كانت خايفه وعندها فوبيا. خلينا نتابع ونشوف من شو. انا عندي فوبيا يعني بعتذر منهم، لانه لازم تعملوا كيس ستدي عني، تدرسوا لي حالتي، انه في حدا بخاف من هيك مخلوقات لطيفه؟ بس انا بخاف، ما بعرف يعني، عم حاول اعالج نفسي. لا انا محترم اكيد خوفك، المهم انه لو منخاف انه ما ناذيهم، وانت اكيد مهم حاول غير هيدا الشيء. منحاول. منروح سوا ومنشوف شو ترتيب جنان وكيل من سوريا. علامتك 50. هل 50 رح نضيفها على اول علامه بيطلع لنا المجموع 108. جنان شكرا. شكرا لك. باي. ما بده يفل. ما بده يفل قلت لك. ومع كل التعليقات السلبيه بس جنان وكيل احتلت المرتبه الاولى. الف مبروك يا جنان. وصلنا للحظات الحاسمه لنعرف مين حيغادرنا في العرض المباشر 12. بحب لكم انه التصويت توقف ثواني ومنعرف مين الموهبه والفئه يلي رح تنافس بالحلقه الجايه وللمره الاخيره على لقب الفائز بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود. مين من بين راشد وجنان رح يكون القدوه لكثير من الموهوبين بالعالم العربي يلي بيتاملوا كمان يصيروا من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ النتائج صارت جاهزة، والمشترك يلي أنقذوا تصويت يارا، عم تقول أول مرة بتشوفك هيك على أعصابك. إذن تصويت الجمهور، مين أنقذ من منطقة الخطر، راشد أو جنان؟ جنان وكيل مبروك. الخاسر راشد، نتمنى لك التوفيق. وصلنا لآخر حلقتنا لليوم مشاهدينا، في مشتركين لسه مكملين معاهم في الحلقات القادمة من خبرياتنا بلا حدود. تصبحوا على ألف خير. كنت معكم لوريس الحراني.